عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم رانا في غاتلينبرغ تينيسي. غاتلينبرغ هذه مدينه سياحيه كبيره بزاف، ماشي قريه سياحيه، هذه مدينه سياحيه. شوفوا فيها كل حاجه. وهذه غاتلينبرغ صافي واحد العامين ولا كانت مصنفه من خمس احسن مدن للعيش فيها في تينيسي. من حيث المستوى المعيشي الناس يجوها من كل انحاء العالم لكراء منازل في سموكي ماونتن واسم تاع المناظر الطبيعيه. واليوم رانا على جال هذه سكاي بريدج، هذا الجسر يمتد بين جبلين، والفرق بينه وبين الجسور الاخرى انه بني على طريقه جسور قديمه، وفي وسط الجسر يوجد زجاج يجب ان تمر فوقه للوصول الى المنطقه الاخرى. بس قبل ما نروحوا لازم نروحوا ناكلوا شويه انديان فود ونضربوا دوره في لافيل. شوفوا نجربوا بعد من ثم نقلبوا تيريفيريك ونطلعوا لفوق. مناظر طبيعية خلابة، كاين تلج في عمق الجبل بس كويس من هنا شوية تلج. الناس يشوفنا يريحوا الاستجمام. وسمحوا لي جماعة من كاميرات هذا الفيديو كاع خرجوا لي سلو موشن ولا رابيد، درت المونتاج ودخلت واحد لي فيديو صورتهم العام اللي فات غير باش تشوفوا صورة واضحة. وراك تشوفوا هنايا الجسر وتشوفوا لي كابلي اللي مخدوم بهم. وبعض المعلومات على هاد البلاصه، هنا كي تطلع الفوق كاع كاين بلاصه باش تفوت كيما نقولوا على طرف الجبل، وكاين تطلع مع الدروج هنايا، وكاين بلاصه دايرين فيها النار هكا باش الناس يجمعوا باسكو بارده بارده بزاف. وهكا كاين بلايص ومناظر وصوالح تشوفوا هنا مخدوم غير باللوح وبلي كابلي هذوك الغلاط. وكي تطلع الفوق كاع هنايا عندكم كي داير المناظر الله يبارك، مناظر شابه ما تشبعوهاش كاع. وهنايا الجسر، هنايا البديه تاع الجسر. بون هذا الجسر مخدوم بلي كابلي، كابلي غلاط واللوح. هذيك هاد الحاجه الكحله راهم دايرينها كشغل بابي خشين غير باش ما تزلش في المشتى، باللوح كينتفخ باش ما تزلش. وراك تشوفوا كي بوجي. والسبه وعلاش خدموه بهذه الطريقه غير باش يعطوا الاكسبيرينس نتاع الناس بكري كي كانوا عايشين وكي كانوا يفوتوا بهاد فوق هاد الجسور. وهنايا زعما راك تشوفوا هنايا وين وصلنا عند الزاج، راك تشوفوا الناس يفوتوا وبزاف ناس اللي يفوت يقول لك والو ما زدتش نولي، والو ما زدتش نولي. شوفوا هنايا رانا فوق راها كاينه مش عارف 1000 متر على الارض. وهنا كي تفوت هذيك المنطقه الزجاجيه راك تشوفوا لي كابل كي الجسر كاع يبوجي ويردح. وهنايا في لافع هنايا شوفوا قداه، شوفوا لي كابل قداه غلاب ومخدوم غير بلي كابلي وباللوح. وهذا الفيديو صورته العام اللي فات. شوفوا هنا تبان صويره ومن بعد عاود هو التيريفيريك وتهود كاع تحت. وكي تجي من هو التيريفيريك ما نضرش باب ثاني. باش نقول لكم ملي حلوا هذا الجسر وقعت اكسيدون وحده، الزاج انشق، هي بلعوه بلعوه مدت واحد دوله 3 سنين. جماعه الخير، انا كملنا مع الجسر وكملنا مع غاتلينبرغ، ودروك رانا في واحد من اكبر المحلات التجاريه نتاع اوت دور جيم. صار في هذه البلاصه يبيعوا كاع الصوالح تاع هايكينغ فيشينغ، المهم الحاجه اللي طيح في بالك راه كاينه هنا. يهضر من داخل هذاك شوف، يهضر على الحوت. That's really nice. This is the bath. Yeah, that's good. هذا من هذه أشهر سمكة هنا عندهم اسمها باز.
اللي هما انواع الاسماك اللي كاينه عندهم هنايا. This is the moose. Wow. I have water at the creek. Oh, I haven't seen this one. Wow. How was this? This salmon? Big salmon, is it? Yeah, it is. Big salmon. That's pretty cool. Maybe or maybe red fox. Yeah. No, it's salmon over there. Yeah, they're all taken here. Yeah. Had a salmon. Salmon fish. Boom, هذا هو اخوتي. وين نوريكم هذه؟ Yeah. نقولكم بارك الله فيكم على اللي تفرجتوا الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو سبسكرايب. و نشوفكم الخطرة الجاية إن شاء الله. Peace.